السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى صباح عليكم يا جماعة، صباحكم زي الفل. طبعا النهاردة الخميس بإذن الله، وصباح الجمعة إجازة، فإحنا متعودين يوم الخميس إن إحنا بنحمي طبعا الكلاب، عشان العدد كبير بنحمي خميس وخميس لأ. طبعا نظام الحمى اللي إحنا بنحميه أكيد كل الناس عارفاه، ناس كتير كانت بتسأل وتقول طبعا الحمى ده يعني نحمي بإيه، أو نعمل نحمي إزاي، والحاجات دي كلها. حمى الكلب على فكرة مش كوكب تاني ولا صعب ولا الكلام ده كله، حمى الكلاب سهل جدا، بس أهم حاجة اهتم بالنظافة دايما، اهتم بمواعيد معينة إن أنت تحمي فيها كلبك. ما تجيش مثلا نحمي النهاردة، طب بعد كده بقى ربنا يسهل، كمان شهر، كمان شهرين، كمان فترة. طبعا ده كله يا جماعة بيسبب بعد كده مشاكل. طيب نعمل إيه علشان نمشي صح ونبقى منتظم صح؟ تمام، طبعا نحدد ليا ميعاد للكلب بتاعي ان انا احميه في فتره معينه وفي ميعاد معين. طبعا احنا حددنا وقررنا طالما مشينا على نظام التحديد، قلنا كل خميس خميس لا ان احنا بنحمي، لان دايما انتوا عارفين ان احنا بنسرح للكلاب كل يوم، فغير برضو ساعه التسييق ان احنا بنرش عليهم ميه في الحر، الحاجات دي كلها. طبعا موضوع الحمى سهل جدا، اول حاجه بنمسك الكلب بتاعي بنربطه، لو انت مثلا ما عندكش بوكسات او حاجه زي كده بتربط الكلب بتاعك على مكان يكون بلاط، تمام، عشان ما يكونش فيه يعني ما يجيش واحد يربط الكلب فوق رمله وطينه وكلام من ده، لا على مكان بلاط او مكان خرسانه. بنربط الكلب بتاعك كويس وبنغرق الكلب ميه بالخرطوم اللي هو العادي، تمام، ونتاكد ان جسم الكلب كله شرب ميه زي ما احنا شايفين في البوكسات كده، الكلاب كلها جسمها شرب ميه. بعد كده بنبدا نحمي بالمنظف بتاعي، سواء بقى بتحمي بوكس زينا، سواء بتحمي بشامبو، بتحمي شاور. طبعا بتبدا ان انت تجيب جردل الميه، طبعا احنا مجهزين يا جماعه الجراد الكليه، بتجيب جردل الميه وتبدا ان انت تحط الكميه المناسبه فيه وتحمي. طبعا بتبدا بعد كده تليف الكلب بسفنجه او بليفه او بحاجه زي كده، وبعد كده في الاخر بتشطف، تمام، في الاخر بنشطف الكلب بالميه العاديه تاني. ولو انت هتحمي بماده كيماويه طبعا علشان الحشرات، لو انت في الصيف هتبدا بعد ما تشطف بالميه تعيد تاني بالماده الكيماويه حسب النسب اللي احنا قلنا عليها في حلقات قبل كده. طبعا يا جماعه في الوقت ده بعد ما تشطف، بعد ما تحمي بالماده الكيماويه، ممكن بعد كده ما تشطفش الميه وتسيب الماده الكيماويه على جسم الكلب، دي مش هتزعل في حاجه على فكره، بس اهم حاجه ان انت ما تزودش النسب عشان ما يحصلش حاله تسمم. هتمشي، لو مشيت على النظام ده هتلاقي دايما كلبك نضيف. اول ما الكلب بينشف بنبدا نسرح له وتهتم بالتمشيط، لان التمشيط يعني يعتبر هي نسبة نظافة الكلب أعلى من الحمى كمان، كتر التمشيط ممكن يخليك تغيب فترات الحمى. يلا بقى نبدأ دلوقتي، هنبدأ إن إحنا طبعًا بنغرق الكلاب مية الأول. Thank you.
حط ربسه وتعالى What?
صعب يا عيال. راضي معاك؟ عايزين صابون تاني كده خلاص. مش عايزين تفوقوا ليه يا جدعان؟ انزلتوا في البوكس ولا ايه؟ مش عايزين تفوقوا يا جدعان ولا ايه؟ في ليلة السوخة دي. Yeah.
يلا ماشي شوفي هنا هنا يلا شيكا خد الكلب الهاسكي دي هتربطها لك نديك شفه جوه كمان حاسب 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 الجراب نديك شفه جوه كمان ماشي يا ريت الله يكرمك طيب بس بقى الحبه دول يا احمد كده لما خلصت يلا يا مش طبعا يا جماعه كده زي ما شفنا خلصنا تمام والكلاب الحمد لله طبعا النظافه وضحت عليهم وريحتهم كمان الريحه طبعا بتكون اهم حاجه يا رب تكون الحلقه دي عجبتكم وعلى فكره الناس اللي بتصعبها وتقول الحمى وحمي كلبي كم مره ومش كم مره حمي كلبك كل انت ما تحس ان كلبك محتاج استحمى او محتاج نظافه طبعا دي حاجه مهمه جدا تحياتي لكم جميعا لحضرتك كل الناس المشتركه ما تنسوش لايك وشير وتفعيل الجرس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته